أخبار اليوم. في مؤتمر أمراض الكبد النهاردة كان لنا لقاء مع الدكتور أحمد عبد اللطيف أبو مدين، رئيس قسم الأمراض المستوطنة والكبد بطب القاهرة. برحب بحضرتك في بوابة أخبار اليوم. في النهاية بس روشتة نقولها للمريض اللي هو يعني مش نقول بقى المريض، الإنسان الطبيعي العادي إزاي يحافظ على كبده وما يعرضوش للأمراض الحالية. المحافظة على الكبد تبدأ أولا بالترابيزة اللي احنا قاعدين عليها دي. لا أتناول على هذه المائدة ما يؤثر على الكبد، دي القضية الأولى. جميع الكحوليات، خمور أو بيرة أو شبهها أو مواد أخرى ذات مكسبات اللون والطعم ورائحة اللي هي بتروح لخلايا الكبد وتستهلكها، دي بداية الوقاية. الأكلات المصنعات كلها لازم نحاسب في نوعيتها في قدر مسموح من مكسبات اللون والطعم ورائحة. إذا زادت عن الحد قطعا ما فيش شك أن خلايا الكبد هتعاني من 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 منها. فلابد مننا الاحتراس في نظم الأكل. هنيجي بعد كده بعض الأدوية اللي بتتاخد. في بعض أدوية بتتاخد عشوائيا لدرجة أن إحدى الجامعات الكبرى في مصر عملت مؤتمر عن العقار ليس فشار، وكان ايه اسمي انا احترمته جدا وعمل الاستاذ الدكتور فاروق اسماعيل رئيس الجامعه هذا المؤتمر، وهذا الشعار انا يعني احبزه لان العقار ليس فشار، معناه ان ما تناولش ادويه تؤثر على الكبد. دي حاجتين. يبقى اذا الاكل والايه والشرب والغذاء. نيجي بقى الحاجه الثالثه. ان انا علشان ما اصابش بهذا الفيروس وهو عدو يدخل على جسم الإنسان بدون أن يدري، لازم أعرف إيه إزاي هذا الفيروس الكبد سي أو بي إزاي ينتقل للإنسان. موس الحلاقة عند الحلاق أو الكوافير حتى عند السيدات، مشط اللي بيستخدم لو عور واحدة وهي هو مشط لها شعرها وبعدين عندها فيروس سي وجي يعني استخدمه، يبقى إذن هنقلها العدوى. نيجي بعد كده يعني بعد الكوافير هيجي معاها بقى في البيت فرشة السنان ومكنة الحلاقة للمصاب في البيت ممكن ينقله للآخرين. الحاجة الثالثة طبيب الأسنان والجراحات، نقل الدم. الفيروسات الكبدية وأمراض الكبد عادة بتنتقل من الدم إلى الدم وليس بأسباب أخرى. فدي من ضمن حاجة الأخيرة بقى اللي أنا أحب أقولها، هو تحفيز جهاز المناعة وزيادة قدرته. إزاي أنا أحفز جهاز المناعة وخليه متربص بأي عدو يخش الجسم؟ تحفيز جهاز المناعة، جهاز المناعة مرتبط ارتباط وثيق بالحالة المزاجية للإنسان. فالإنسان اللي عايز تقتل واحد عايشه في نكد. إذا عاش الإنسان في نكد في البيت ولا في الشغل وفي أي حاجة، من المؤكد لازم هيمرض بأي مرض وعلى رأسهم السرطان نفسه، وذلك لتعويق جهاز المناعة عن أداء وظائفه. جهاز المناعة هو الحماية للجسم. يبقى إذن أبتعد أنا عن إيه؟ عن الاكتئاب يا شباب، أبتعد عن الاكتئاب والقلق والتوتر. طب أستبدلها بإيه؟ والله إذا وصلت أنا لدرجة إن أنا أستبدلها باللامبالاة والطناش والتبلد يبقى أحسن، بدل ما أبقى طريح الفراش وضحية من ضحايا هذه الأمراض.